أهلا وسهلا بكم معنا في العمارة الرقمية، معكم سعد. اليوم رجعنا لكم في درس جديد بعد فترة غياب من قطاع طويلة. طبعا أول درس أو أول مجموعة دروس كنت حابب أبدأ فيها هي عن عبارة عن مبدأ الدخول في بايثون في مع جراس هوبر، كيف تعمل بايثون في جراس هوبر، لأنه هنبني عليها أشياء كثيرة للدروس القادمة. لكن جاني كمان طلب من الفيديو السابق عن كيفية تشكيل الشكل هذا، شفت إنه في هالشكل ممكن الواحد يتعلم منه تكنيكات وأدوات ممكن استخدامها بشكل جيد في مراحل تصميم مختلفة، فشفته كدرس أكيد حيكون ممتاز كبداية بعد فترة انقطاع طويل. ممكن نراجع منه مبادئ كثيرة وكيف ممكن نستخدمها لنشكل التشكيل هذا. فهنمشي في كيف أنا خطوات ممكن أبدأ أفسر شكل موجود عندي وكيف إني ممكن أحوله بعدين لجراس هوبر، كيف إني أعمله بارامتري بخطوات معينة. فبشوف الشكل هذا، بشوف إني عندي عدد مضلعات اللي هي 1 2 3 4 5 6 مسدسات، تقريبا مضلع مسدس 6 أضلاع. كيف إنه عم بتشكل، كيف إنه عم بيصغر كل ما قربت من المركز، كيف إنه في عندي أصلا على مجموعتين صايرين. فهالشكل ممكن يبين معقد، لكن أنا ممكن أفسره وأبسطه بشكل سهل جدا. فأنا ببدأ بشوف إنه في عندي دائما من المنتصف في عندي هالخط، كيف إني عندي عند كل على هالخط نفسه عم بكون عم بتشكل عندي عدة مضلعات. لكن هذا مو الخط الوحيد، في عندي كمان مجموعة من الخطوط. إذا جيت أنا للخارج هاد بشوف إنه في عندي دائما في عندي مجموعة من الخطوط اللي عم تعطيني المضلعات هاي، لكن في بينها كمان مضلعات أصغر عم تجي بيناتها في ترتيب ثاني مختلف شوي. فبشوف إنه في عندي دائما في عندي خطوط معينة عم تعطيني مضلعات خارجية، وفي بينهم مضلعات ثانية عم تجي في الوسط تعبيلي الفراغ اللي بينهم. فهي هون بنبدي نحاول ننشأ هالشكل هاد على كراس هوبر. بشوف طبعا أكيد عندي هالخطوط هاي كلها هي من مركز دائرة وجاي على دائرة كاملة. فمعناتها أنا حبدأ أول شي بشكل مباشر أعمل الدائرة عندي هاي، ممكن أكبرها أعملها نصف قطر مثلا 20. شوف كيف حيكون حجمها بالنسبة للصورة اللي أنا حطيتها. طبعا الحجم والسكيل غير مهم، ممكن واحد يتحكم بالسكيل كيف ما بده. وبعدين من هنا الدائرة هاي ممكن أخذ الـ area، أشوف نقطة الوسط center point، وأعمل مثلا كمان divide للدائرة نفسها. divide كيف عندي هنا هرسم الخطوط هدول، فهيكون دايما عندي من منطقة من النقطة اللي بالنص هعمل خطوط ل أضلاع الدائرة. فبالحالة إذا أنا أخذت الدائرة نفسها وقطعتها مجموعة نقاط، خلينا نحط منها 60، ممكن أقل أو أكثر، وأنا حوصل لمركز كل نقطة مع نقطة خارجية عن طريق أمر اللاين بكل بساطة. دي بوينت A و B، صار عندي الخطوط هذول. فأنا بلشت إني أنشئ الأساس اللي حمشي عليه في رسم المضلعات هذول. حلو. فانا في هالحالة مثل ما حكينا في عندي خط نوعين من الخطوط، في عندي الخط اللي عم بيعطيني مضلعات عم توصل للأخير، وفي الخط اللي بعبي الفراغات بين مجموعتين. فعندي مثل ما شايف عندي مرة خط هاخده للخارج، خط للداخل، خارج داخل. فعندي مثل ما تعرفوا من دروسنا الماضية في عندي أمر الكل باترن اللي ممكن استخدمه لإنشاء مثل هالأمور اللي هو كل باترن. فعندي هذول المضلعات كلهم، فحفصلهم لمجموعتين. راح أعمل هون ترو الكالبتن هذا الأساسي، فهو بتشوفه بدلش يفصل لي الخطوط. هو بشكل مباشر في عنده 2 فولس و2 ترو، فعمل فولس فولس ترو ترو فولس فولس ترو ترو. أنا لا، هعملها بشكل أبسط مثلا فولس وترو، فهيك هياخد واحد إيه واحد لا، واحد إيه واحد لا بهالتشكيل هذا. هيك أنا ممكن أقول إني الخطوط هذول اللي مختارهم هيكون الخارجيات، الخطوط اللي غير مختارهم هاخدهم طرف ثاني وأعملهم للمضلعات الداخلية. حلو. فانا هيك ممكن بشكل مباشر انسخه نفسه واعمل انفرس، هيعكس لي الترو والفولس، فصار عندي عكس الخيارين هذول. شايفين صاروا عكس بعض. هذا الشيء مطبقينه في دروسنا الماضية بشكل كبير جدا. هيك ممكن اخفي انا حاليا موجودين هذول، ممكن اخلي الدوائر واترك الخطوط اللي عندي. حلو. هلا انا شفت ان عندي هالخطوط هاضيف عليهم مضلعات. هالمضلع حيكون نقطة السنتر خاصة فيه على الخط نفسه. فأنا بالحالة هاخد المضلع هذا، ممكن إني أعمل كمان divide curve
وأبدأ أخذ النقاط أرسم عليها، أو حنشوف بعد شوي ليش حختار أمر ثاني. لأن إذا جيت رسمت البوليجون هذا اللي عندي، حطيت البوينت، خلينا نصغر شوي الراديوس تبعه، هلاحظ شيء معين إنه هو المضلعات كلها اتجاهها واحد على الإكس والواي زد، لكن هون حشوف إن المضلعات عم تدور مع الدائرة نفسها، فلهيك الديفايد كيرف هم ما حيفيدني. هناخد الهوريزونتال فريم اللي بنشوفه دايما هون موجود، هوريزونتال فريمز، فهيك إن أخدت هوريزونتال فريم حيشوف إنه دايما حيكون مع الخط نفسه عم بيدور، بهالحال الفريم هو حيدور المضلعات معه. هيك هيكون عندي المضلع دائما متجه مع السنتر هاد. الله هون بشوف عندي 1 2 3 4 5 6 مسدس، عدد السيجمنتس ممتاز مطابق للموجود في الصورة، ممكن طبعا واحد يغيرهم حسب الحاجة. حلو، فأنا هيك انشأت أول خط من المضلعات هدول. طبعا إذا أخذت أنا المضلعات هدول ورجعت حطيتهم في الخط الثاني، صار عندي المضلعات الثانية، بس أنا حأفرق حيكون في اختلاف بينهم، مو بس بالحجم طبعا، حيكون اختلاف كمان بالتوزيع أو المكان اللي حيكون في النقطة الخاصة في المضلع. فلهيك حرجع استخدم كمان كل بتن. في بهالحالة أنا عندي أول مجموعة من المضلعات نعتبرهم هذول، هأبدأ آخذ إني من عندي النقاط أشوف النقاط كلهم نفس بعض، فأنا هحتاج إني كمان أعمل كل بتن ثاني، فإني أعمل آخذ النقطة الموجودة فوق وهون نقطة ما أخذها. إذا أخذت أنا الأولى هون هأخذها، أخذ هاي، فيصير عندي تناوب في الخطوط، فهون حيكون مثلا true false true false، حيكون false true false true، فهيك ممكن أناوب بين مجموعة المضلعات. ما شايفين هون كيف عندي مناوب؟ هون في عندي نقطة ثانية ما أخذها، إنه أخذها موجودة هون. فنفس الشيء حتشوف في تناوب بين الخطين اللي جنب بعض، ما نشوفها مثلا هون في عندي نقطة اختفيت ما أخذتها لأني أخذت الموجودة هون، وبالعكس صار. فهي نفس الشيء حيكون باترن بكل كل باترن للترو فولس. فممكن بشكل مباشر أعمل كمان كل باترن ونجرب نعمل عليه. هنجرب ناخد الفريمز نرجع نعمل كمان مثلا فولس وترو، شوف كيف بلش يختلفوا، صار عندي فولس ترو فولس ترو. فبالحالة إذا وصلته أنا هيختفي بعض المضلعات، وإذا جينا المضلع الثاني أكيد حنعمل نفس الشيء، لكن حيكون في العكس، invert صار بالشكل هذا. شايفين كيف بلش يبدأ عندي يظهر الشكل هذا الموجود؟ طبعا لسه في مشاكل ثانية حنجيها، لكن المبدأ العام اللي شفناه هون صار طبق. طبعا في الكثافة والعدد حنيجي عليها ونشوفهم كيف في الوسط الحجم تبع المضلعات ما بصغر ولازم يصغر حتى يتداخل مع بعض بشكل جيد، ولا حيكون في عندي تقاطعات كثيرة غير مرغوبة. حلو، طيب أنا هون خلصت أول جزء، نجي حنشوف إنه إذا تغيرت عدد عدد الأضلاع كله تمام ما في مشاكل. إذا جينا كمان ممكن كان نطلع على عدد الفريمز ما تحكمت فيهم، ممكن نضيف كمان سلايدرز ونتحكم في عدد التقاطعات، ممكن كمان نخليهم أوبس خليهم مختلفين عن بعض، التقاطعات الأولى والثانية. طبعا صار عدد الخطوط كثير ما حيكون بشكل جيد، فضل دايما يكون كل شيء بارامتري ممكن نتحكم فيه. وبشوف كل ما زودت عدد الأضلاع حيترصوا مع بعض، لكن في الوسط حيكون عندي مشكلة كبيرة في الحجم، فالشي حنحله كمان ونعمل range لنتحكم في نصف قطر الأضلاع اللي جاي لعندي. فأنا عندي بشكل لما يكون عندي range أو radius بشكل ثابت لكل المضلعات، أنا ممكن حعمل range وأتحكم في عدد المضلعات هاي. نعرف من الدروس الماضية ممكن أعمل range وأعمل له construct domain. من الـ A و Z طبعا عندي بشكل مباشر من 0 لـ1 أنا أتحكم فيه، وعندي عدد عدد الأعداد اللي بدي إياها حيكون مشابه لي اللي جاي من الكلبتن. فأنا عندي هون 9 عناصر لكل خط، فممكن أعمل length
نفت لينك الشكل هذا صار عندي الأعداد الكاملة حتى أعرف كم عدد أنا محتاج إني أنشئ. خلينا نعمل له سمبليفاي، شوف عندي صار في كل قائمة في عندي 9 أعداد من الصفر للواحد، 9 أعداد لحتى تغير لي عدد الراديوس الخاص بكل مطلع. لكن أتوقع أنا عندي حسب العدد اللي هون 9 يكون عندي 10. شايفين عندي دايما 0 1، فلهيك دايما لازم في الرينج أعمل expression mix ناقص 1، هيك حيصير عندي 9 أعداد من 0 لـ8 هو 9 أعداد. عندي هون 9 n يساوي 9، فبهيك أنا ممكن أستخدم الرينج بشكل مباشر. هشوف كيف إنه صار يتغير الأعداد. لكن عندي 0 صغير جدا و9 كبير، ممكن نعاكسه. خلي نعمل سلايدر، خلي أخذ السلايدر نفسه بين الـ A والـ B كلهم 1، ممكن صغر الكبير أو الصغير. أنا عندي الرينج النهائي هو اللي جوا، خلي على الفاصلة 1 والكبير على 10، على عفوا 1.0 اللي هي 1. تمام، فبالحالة صار عندي أول جزء. ممكن آخذ كمان أنسخه نفسه وأضيف اللينث دومين موجود، نضيفها للآر. تبع الحالة صار عندي هم كلهم، لكن أنا حابب إني يصير عندي دومينين مختلفين أتحكم فيهم على كيفي. ممكن يكون طبعا عدد واحد للكل، لكن بشوف إذا أنا تحكمت في كل خط لحاله حيعطيني لسه حرية أكبر في التعديل. لكن ممكن أتحكم في الخارجيات بشكل كبير مرة، واللي جوا خليهم أصغر شوي وأزود العدد. في بالحالة هيك صار عندي تراص أكبر، لأن لو كان هدول مثلا كمان 1 هيدخلوا مع يلتقوا مع بعض، فممكن أصغرهم شوي صار عندي حرية أكبر في التحكم بالخطوط اللي بين بعض. بشوف هون لسه عندي تداخلات، ممكن أحاول أصغرهم شوي، عدد صغير هذا للصفر أو للفاصل 1، أو ممكن أضيف 0.2، هذه يكون عندي أعداد صغيرة كثير أتحكم فيهم حسب أخلص بالتقاطعات. فهيك صرت أشوف إنه تداخل للا نهاية في مجموعة الأعداد هاي. ممكن أخفي الدائرة وأشوف كيف صار عندي البتن هذا موجود بكل بساطة، أنشأناه في سكريبت بسيط لجراس هوبر. طبعا ممكن الواحد يرجع يعدي عليه يشوف إنه أنا عندي مثلا هون في عندي فراغات، ما في هون موجود نفس الشيء، لأ هون في تراس أكبر. فهون إيش في عندي تغيير كمان؟ أنا عندي دايما توزيع التقاطعات هدول متساوي بين كل نقطة ونقطة، توزيع متساوي. فبالنهاية لما صغر الحجم هون بس المسافة ظلت واحدة، فصار عندي كأنه فراغ كبير. فكيف ممكن أطور عليها وأحدثها على السكريبت هذا؟ فأكيد أنا عندي إمكانية إني أستخدم الجراف مابر، كنا بنعرفه مستخدمينه كثير أول، ممكن نضيفه ونستخدمه في تحديد المسافات بين النقاط. فخلي المسافات بين المركز صغيرة، وكل ما بعد تكبر المسافة شوي. في بالحالة أنا عندي دائما أول شي الخطوط، من الخطوط عملت ال شو اسمه نقاط البوليجونز الفريمز. فأنا هون في هالحالة أنا ممكن آخذ الخطوط هذول وأعمل لهم على الجراف مابر، واستخدام الرينج أرجع أعمل لهم تقطيع خاص. تعرفوا نحن في عندي في الكيرفز في عندي هذا evaluate curve بيعطيني نقاط على كيرف معين أو على خط معين عن طريق نقطة بين الصفر والواحد. أعطيت 0.5 طبعا آخدينه نحن، يعطيني نقطة في الوسط طبعا، بس أهم شيء إنه يعمل ريبارامترايز للكيرف. في بالحالة طبعا أحيانا يكون غلط، كان عندي الدائرة كبيرة ولا صغيرة ممكن يكون محتاج ريبارامترايز. في بالحالة لما عملت ريبارامترايز معناتها حيكون أول نقطة 0 والأخيرة 1، فهيك عندي من الواحد مثلا والصفر كانت فوق والواحد تحت. واحد تحت الشيء هي النقطة الداخلية معبين علينا، لكن هيك أنا ممكن أتدرج في الخطوط. فلهيك أنا ممكن أعمل أخذ الكيرف هاد أو النقاط هاي وأعمل لها رينج. بعمل رينج وأحتاج أضيف مثلا هنا عندي 18 نقطة بين الصفر والواحد، أضيفها هون. خلينا نشوف عطاني عند كل خط بين الصفر والواحد، لكن هعمل له أنا الكيرفات جرافت
فهيك اعطاني نفس النقاط بين الصفر والواحد، لكن هون في مشكلة ما لهم فريمز، انا محتاجهم كفريمز. بس قبل ما نشوف الفريمز حنشوف انه كيف ممكن تلعب فيهم. من هون عندي توزيع متساوي للنقاط، هون عندي مثل احداثيات ممكن اعتبرها بين الصفر والواحد، احداثيات لمكان النقاط. فهيك بهالحالة انا طالما عندي بين الصفر والواحد المعلومات او الداتا، ممكن استخدم الجراف مابر اللي هو حياخد مثلا اخذ البيزير عندي بين الصفر والواحد على الاكس والواي، ادخل عليه الرينج، هيك حيعطيني مخرجات حاليا بين الصفر والواحد ما هي اذا وصلتها هيك. لكن اول ما اغير الكيرف حشوف كيف اني ممكن اتحكم في الكثافة، اخلي النقاط البداية تقرب على السنتر اكثر، وكما بعد حيكون الفراغ اكبر. فبهالحالة هيك صرت عندي تحكم ولو بسيط في وين توزع النقاط. من بهالحالة كلهم جمعوا في النص، ممكن لا خليهم شوي متساويين لكن مع انزياح بسيط للداخل. هيك أنا ممكن أعمل تحكم أكبر في توزيع النقاط. فهل النقاط هدول حاليا إذا استخدمتهم بدل الفريمز حيعطيني إيش نسميه، إنه ما عاد في عندي الدوران. تذكروا نحن اخترنا الفريمز مشان الدوران، هون لغى الدوران كله. فبهالحالة في شيء كمان مشابه للفريمز ومشابه للإيفالويت كيرف، هو اسمه كيرف فريمز. كيرف فريمز شوفوا من الشكل كيف حيعطيني اكس واي زد للكيرف نفسه. فهيك اذا انا استخدمته كنترول شيفت لتي كنترول شيفت هون بدل الاول وضفته، طبعا ما انسى الجرافت، انسى سمبليفاي او ريبورترايز. في بالحالة هنشوف كيف انه صار يعطيني فريمز بدل بوينت، وهذول هم اللي جايين عليهم البوليجونز. فهيك ممكن اتحكم في توزيعهم. هاي الواحد حابب يكون في تحكم اكبر في توزيع البوليجونز وكثافتهم كيف حتكون. طبعا في هذا الشيء بالاخير برجع للشخص نفسه، ممكن يكون تاب اكبر شوي السكريبت، خليه عندي مجال اكبر للتعديل، نضيف عندي الكيرفز. حاليا هذا الحل القديم ممكن واحد يستخدمه، ممكن يقول لا انا حابب استخدم الحل الجديد باستخدام البوليجونز هدول. طبعا انا عندي نفس التوزيع حاليا، كان عندي اختلاف بالعدد، ممكن اني ارجع انسخ نفس الحل هذا، يعني ننسخه الامكانية هاي. عندي قبل الكالباتن مع بعض، هذا عندي الرينج، ممكن اعمل في الشكل هذا، انسخ الثلاث كمبونات هذول، نضيفهم لتحت شوي. هون أغير الرينج تقريبا نفسه، ممكن أغير بس العدد لأن حابب أغير يكون مختلفين. كمان بدل ما أوصل للكيرف الأول حوصل للثاني تحت عليه، هيك صار عندي جاهز للتوصيل مع الحل هون. وهيك صار عندي تحكم كامل بين المجموعتين. طبعا هون لازم يكون المجموعتين متشابهين لبعض حتى يربطوا الأماكن بشكل صح، أو ممكن يعني أقول لا أنا هستخدم رينج واحد لكل الكيرفين. فبهالحالة أحتاج إني نفس الرينج هذا أوصله مع الخط هذا، مع نفس الشي كمان ممكن أستغني عن الموضوع هون وأضيفه التي، فصار عندي رينج واحد للخطين أو للمجموعتين الخطوط اللي عندي. هيك ممكن أخفي الخطوط وأرجع أتأكد عندي كيف الوضع، هل أحتاج إني أقرب لزيادة الخطوط لتحت والمضلعات ولا أبعادهم عن بعض. هيك صار عندي تحكم كامل في الشكل هذا. وبرجع لهون أشوف في عندي لسه تداخل، أصغر شوي الأحجام أو نصف القطر الخاص بالمضلعات، ممكن أرجع أنزل وأخفف الخطوط شوي عن بعض، وهيك حتى أوصل للحل المثالي أنا بحتاجه. ممكن أكبر شوي زيادة هدول، ممكن أرجع أقربهم شوي على بعض من تحت، يعطيني الحل المثالي. طبعا حتى ممكن الواحد بعدين يشوف انه لا انا الرينج اللي عندي ممكن ارجع اضيف لهم كمان بوليجونز، وارجع اضيف لهم عفوا جراف مابر للرينج الموجود هون كمان عندي بين الصفر والواحد افترض الاعداد. فعندي هدول ممكن كمان ارجع اضيف لهم جراف مابر واتحكم في نصف القطر حسب جراف مابر معين. فنجرب جراف مابر هون
وصلت حشوف كيف انه المضلعات كمان ممكن تتحكم بتوزيع نصف قطرها، انه كيف لما تكبر تحت تصغر يكون حجمها اصغر، وهون برا تكبر بشكل اكبر. وهيك ممكن يكون واحد عنده تحكم كامل في السكريبت في الشكل اللي حابب ينتجه، وبعدين لما يخلص يعمل له بيك وياخذ ال 2D lines ويشتغل عليهم زيادة في راينو. فهي كان أبسط حل كيفية إنشاء الشكل الدائري هذا اللي فيه مضلعات المرسومة بطريقة معينة. فهي فيها يعني كثير خطوات ومعلومات ممكن الواحد يستفيد منها في إنشاء الشكل هذا. فنشوف كيف هي فكرة بسيطة وشوي شوي ممكن الواحد يطور عليها ويحسنها حتى يوصل للحل المطلوب. فهذا اليوم كان درس سريع وبسيط عن إنشاء الأشكال هي، وهذا كمان ما حكيت جاني طلب من الطلبات اللي إجت على القناة. إذا عندكم أي طلبات أو أي مشاكل في إنشاء أشياء معينة أشكال معينة جاهز، بالعكس هيك طلبات ممكن تحفز الواحد يدور على حلول جديدة ويتعلم شيء جديد. إن شاء الله نشوفكم قريبا في فيديو جديد وسلسلة جديدة عن تعلم البايثون في جراس هوبر، هشتغل عليها أو هشغل عليها حاليا حتى يكون في عنا قاعدة جيدة لاستخدام بايثون في جراس هوبر، إنه حيفيد بشكل كبير في إنشاء أشكال معقدة شوي وفي كيفية التحكم بالبيانات بطريقة ما بنحسن نستخدمها غير باستخدام البرمجة. بس حيكون برمجة بسيطة ما تاكلوا هم، شوي شوي حيكون في عندكم خبرة في الموضوع. بشوفكم إن شاء الله في فيديو قادم قريبا إن شاء الله. شكرا للمشاهدة الأخير، مع السلامة.